آه يوم جديد، الواحد تعبان مش عارف يقعد صاحي جعان قوي كده ليه؟ أنا هخلي بقى مراتي تعمل لي أحلى فطار. كيلو طماطم ب 10 ب 10، إيه ده؟ قرب يا استاذه، قرب يا مدام، قرب يا استاذه، عندنا كيلو ب 6 ب 6، أنت بتعملي قرب إيه؟ يا استاذه، أنت قرب يا مدام، قرب قرب قرب. إيه ده؟ إيه ده؟ أنت فتحتي مشروع في الشارع زبون عندنا ولا زبون إيه؟ زبون، زبون إيه؟ ايه يا باسم في ايه؟ إيه ده؟ يا باسم، هي مراتك بتبيع؟ طب أنا عايز 5 كيلو طماطم و5 كيلو تفاح. طماطم إيه؟ مش هنبيع حاجة، أنت إيه اللي أنت عاملاه ده؟ كيلو ب 10 ب 10 ب 10، أنت ايه عامل يا باسم؟ هو اللي كيلو ب 10؟ ايه ده؟ ليه وضعت اكل بقى ايه؟ بذمتك قطعتك ماشي؟ في فكهاني ولا واحده فرشه قوطه في الشارع بتبيع فراوله وجمبري؟ ازاي؟ ايه ده؟ ازاي عشان فراوله لو حد وجمبري؟ عايز يتغدى بعدين بقى يا يا باسم، ما سمحتي تبصيش بقى يا بشغلك. سندريلا، طيب انا عايز كيسين ملح. كيسين ملح مين ايه؟ شاله؟ مش طيب عندناش تعالى ملح. تعالى على ما اتفضل. عندناش ملح يا عم، بس مستنى بس، انا عايز كيسين ملح. طب انا سيبوني اشتغل انا بقى، سيبوني اشتغل انا مكان الشغلانه لا دي. باسم، ده اكل عيشي، ده المشروع بتاعي. الشغلانه لمت ولا ايه؟ سيبني انا اشتغل. يلا لا أربعة ابدا، وطب 10، قرب يا ما تتقالش مدام. كده. استني بقى، استني. خد يا باسم، خد يا باسم، انا عايز موز وعسل، كيلو موز يا عسل، موز وعسل، 10. موز يا اولاد. انا عايز كيلو قوطه بطاطس من اللي هي ترجع العجوزه يا عم، صبيه. انا استنى، عايز قوطه، مش شايفني شغال؟ يا قطه عايز ايه؟ قوطه. قطه ايه؟ قطه ايه اللي تتعجن في قطه زي الخلاط؟ استنى، وعندنا تيشيرت يحمرك ويشويه، ولا يا ابن قرب الحراميه، يا مدام خد التيشيرت وربنا ما عارف. ب 10، خد يلا. خد يا ابن الحراميه، تعال. يا عم وزع معاك يا عم، ما انت في لو ايه؟ سرقت حاجه اقسم بالله ما هيعجنك. شفت هعجن؟ شفت انت البت كانت بتاكل اندومي هتلاقي يومك طب بقول لك ايه يا هتعجني. باسم، انت ما بتعرفش، عايز اوريك حاجه، اوريك حاجه جديده انا عملتها في المغبأ بتاعي. ايه؟ مش احنا دايما بيجي علينا حراميه وهجوم زومبي وحاجات حرامية غريبه مين كده يا صح؟ حبيبي؟ احنا ما بيهمناش اي تعالى حرامية. بص، تعالى انزل. عملت ايه في المغبأ بتاعك؟ افتح كده الصندوق ده، اهو اهو ده. ده ايه ده؟ انت حاطط سلاح عندك؟ انت عارف البوليس لو عارف فيك ايه؟ البوليس هيعجنك. انا طالع فوق، انا طالع. هيعمل ايه؟ هيعجنك والله، هيعجنك. خليك هنا، افشل بس، افشل. اربعة اوضة ب 10، انا رايح اعمل لم الولاد يلا. العبيطه دي. اربعة اوضة ب 10، اللي عايز تعمل خضار لجوزها يلا يلا. قرب يا مدام، عندنا جزر، عندنا اي حاجة جوزك يحبها، اي حاجة عايزة تموتي بيها جوزك، عندنا سمفان. ايوه يا تراب، ايه هتموتي؟ الست ليه؟ يعني الست ما تعملش حاجه عشان خاطر يموت؟ بص بس يا سي، يا ايه سندريلا، انا يا جدعان سندريلا، انتوا جايين بقى تقطعوا اكل عيشي؟ مش استنى اقول كفايه بقى لا، انا بشتغل؟ انا هاخد كل قوطه بس. اهو اقول لك على حاجه مبدئيا ايه كده، ده؟ شكرا شكرا والله شكرا، هروح بشتري الحاجه اللي كان نفسي فيها. يا بنتي رايحه فين؟ رايحه فين؟ خد يا في بنتي. ايه؟ هقول لك على موقف حصل معايا، اقسم بالله انا مت. الموقف كان في سوق بجد في حقيقه، بعيدا عن المقطع تعال خالص. نقعد، تعال نقعد، تعال بص، نقعد بس عشان لو في زبون جنن. كنت معدي في سوق وماشي، ماشي عادي والله كده، ماشي معدي كده، لقيت واحد بيبيع فلفل احمر. شفت انت الفلفل الحراق الاحمر ده؟ بيقول لك ازاي؟ اللي عايزه، تلسع بق حماتها، اللي عايزه تشطشط بقها. وانا مت على نفسي من الضحك. فايه رايك بقى نجيب الفلفل ده ونشطشط بق مامتك؟ طب انا اساسا كنت حاطه الفلفل ده جوه، راح اجيبه على طول. لا فلفل ولا تشتري البضاعه دي عشان نخش ايه؟ ننام. يلا اشتري البضاعه دي، حاضر. عندنا شطرة عايزة تلسوعي بقك. لا 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 لا، من غير فلوس انا صاحبك. ايه اللي من غير فلوس عايز انا صاحبك؟ فلوس، ايه اللي من غير فلوس؟ عايز اقسم فلوس. بالله لو ما دفعت فلوس انا هروح ابلغ عنك البوليس والله. لا خلاص يا عم، اقول لك على حاجة، انا هسيب البضاعة دي زي ما هي، هي الحكومة تيجي تاخدها. انا ماشي، كوبة مين انا يالا؟ داخل انام، انت عبيط، انا داخل انام. ما يعرفش، ان انا جامد بفتيك. انا اجمد بقول لك واحد في المدينة هنا. بس بقول لك ايه، انا هكرت الكمبيوتر بتاعك. هكرت ولا قوم روح عند امك. يلا حط 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 كل حاجة يا ابن الحرامية، حط. يا ابني انت عايز تموت ناس عمر؟ يا ده هعضك يالا والله. يا باسم سيب يالا. ايه ده؟ مين اللي بيتزمر بره ده؟ مين اللي مش عارف. انت حيوان، انت بتزمر كده ليه؟ ايه ده؟ مين ده؟ لا اله الا يا الله. يا نهار اسود، دي بلديه دي ولا ايه؟ هو تاني بلديه، هي مش من قطن عيش يا لهوي. تعالى انت انت الحاجات يا عم، اتقي الله، اتقي الله يا ابني. انت لسه، ما كبرتش، انت لسه ما كبرتش. انت مالك، انت كبرت ولا ما كبرتش؟ ايه خلاص الحاجات دي؟ انا اسف، انا خد خد. بص لا لا، هاتيها هاتيها عند بص ايه ده؟ بص بص، لو ادي اسمه ايه ده؟ ده اه لو عايز بقول لك ايه، لا لا اثبت التوهية كده، ايه حسبتك بصباعي. ازاي؟ ايه كمية الحاجات دي؟ ايه كمية الحاجات دي؟ انت مالك انت يا عم؟ لا والنبي والنبي يا باشا، هتقطع اكل عيش والنبي خد والنبي. خد 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 خدي خدي التيشيرت واجري، خدي القميص واجري، انت خدي القميص واجري، انت اجري اجري، هرب منه، هرب منه بسرعه، حد مش لاقي شيء حاجه شيء. انا همسك البيت ده، انا ليه يا عبد الحكيم؟ ليه لا خلاص، يا اخي هيسمع البيت، اسمع كلامه، باشا. لا ما تسمعش البيت، ما تسمحوش باشا. انت عارف يا باشا الواد ده، يعني بس الواد ده هسمعه. بيتاجر في البقدونس يا باشا، اقبض عليه يا باشا. الواد ده بيتاجر في البقدونس والنعم. البقدونس
وحياد جدي وحياد وحياد جدي زغلول بيتاجر في البقدونس يا باشا. يا حضره الظابط حضره الظابط انا بقول لك ايه يا حضره الظابط الراجل ده والست دي كانوا بيبيعوا سم في من شهر عشان يقتلوا الناس. لا احنا كنا بنبيع فلفل بس عشان ايه اسمه ايه ده لو مرات حد عايز يطلع ابو احمد. انا لو لقيت انك حاطين حاجات هنا تاني هشمع البيت ده يا باشا. معناه ان ما حصلش حاجه يا باشا. طب احنا كنا عاملين هنا مشروع عشان اسمه ايه ده عشان نكسب. انزل يا حيوان انزل يا حيوان يلا يا باسم انزل. طيب يا باسم عايز اتكلم معاك في موضوع. ايه تعالى يا باسم بقول لك ايه تيجي نتبنى الظابط ده. نتبنى ايه نربي. يعني احنا هنتبنى في حرب نربيه نربيه. ايه هو اسامه التربيه؟ تعالى لا لا فين هتوسخ البيت يا بنت. ادخل جوه كبر 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 شعرك كبر 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 كبي وي. يلا يا عم انت ادري على الاسم. كويس طب 10 يلا على الاسم يلا على الاسم. قدامك 3 ثواني لو ما مشيتش من هنا هسجلك بجد. انت تعبيط يا اسطى ما انا جنبك اهو تعبيط. ايه بقول لك امشي روح امشي مش روح. ربنا يخليك يا باشا ربنا يخليك. بص الراجل الراجل اللي عبيت الظابط القصير ده قال لي روح روح تعالي بسرعه تعالي تعالي يا ظابط. ايه قصير يا اللي بتاكل قول قول. ولو سمع ولو سمع يا خبيه. بصي 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 معلش معلش. ايه ده واسع انا هفتح الباب. ايه ده مش معنى انت. استنى 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 بص بص انا هقول لك بقى. افتح يا سمسم ليه باسم. مين شفت مين ايه ده ايه يا عم ده انت يا ابني انت داخل بيتك ولا ايه؟ يا ابن الحراميه خد يا مش فاكرين ولا ايه؟ مش فاكرينك احنا نعرف يا ابني. يا ابن الحراميه خد يا لا اله الا الله. يا 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 باسم ازيك يا باسم عامل ايه؟ الحمد لله. عم افتح لي الباب عم افتح لي الباب. طب بص 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 خد خد امك خد امك السندل تعالى 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 يا باسم باسم انت عملت ايه في موضوع الفايشه؟ بس قلت لك يا عم فايشه ايه؟ فايشه ايه؟ ما البلديه جت خدتها واخدت القوطه واخدت الملح. استنى بس بقول لك ايه انا رحت انام في البيت بتاعي لقيت فيه صراصير وحاجات كده انا انام عندك في البيت. بصي بقول لك ايه رايك دلوقتي نعمل لعبه حلوه نعمل شفت انت بقى في رمضان وكاس الملك كانت بتحضر العربيات دي كنت احنا نعمل الفكره دي. شفت الفكره دي بس بيعملوها في حقيقه. بصي بس احنا نعمل مربع إيه؟ كبير قوي في الشارع مربع كبير قوي ونعمل لعبه كويس انت تمسكي وتنشيني فينا انا واصحابي واخر يعني بصي انت تقتليهم دلوقتي واخر واحد هيعيش يكسب معانا شيست دايموند والتقديم بشيست دايموند. يعني احنا دلوقتي هنكسب لا لا استني يعني التقديم بشيستين دايموند ولو كسبت تاخد 10 شيستات من الدايموند. ايه رايك؟ تمام بس كده كده محدش هيعرف يكسب. لا يا بنت هيعرفوا يكسبوا هيعرفوا يكسبوا. تعالى ايه ده؟ طب يلا تعالى الحاجه بتاعتنا ولا ولا امشي يلا اطلع بره اطلع والله الراجل ده كبولي. يا عم انت بتعمل ايه؟ يا ربي بقول لك انا طلع. طيب ابيع اللبس ده بره باخد الحاجه. لا اله الا الله لا بسرق. يا عمي يا عمي اتقي الله اتقي الله اتقي الله. انت بني ادم انت يا استاذ اذا مكوى شوفوا البوليتش دي يا استاذ. لا ابدا المكوى دي بتاعت الشبك وبيها دول. بس يا جماعه يا جماعه ما حدش يسرق حاجه ثانيه يا جماعه يا حراميه. بس يا جماعه بقى بطلوا يا جماعه ده ليه يعني كده؟ ماشي احنا نعمل اللعبه دي. طب بص اقول لكم على حاجه حلوه اقول لكم على حاجه حلوه. مين يحب يكسب 10 شيستات دايموند؟ 10 شيستات دايموند انا 10 شيستات دايموند. عبش البيت كله اتسرق. بقول لك ايه بقول لك لا مش مسروق بس عايز اقول لك على حاجه. هل تعلم ان البهيمه اللي لونها احمر شايله طياره عربيه؟ الباب يا ابني يا يا ابني انت يا ابني شايل عربيه شايل عربيه يا باسم شايل اه برضه اهو 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 عشان شايل عربيه اهو. لا اله الا الله يا ابني شايل عربيه. بص انا هسطح لك العربيه بتاعتك اهي. بس ارميها بقى ارميها يا باسم دوس كده بس كده افتح بقى وقفل الباب. بس بقول لك ايه تعالى كده معايا معلش تعالى معايا استاذنك على حاجه بس تعالى معايا ادي الباب. استاذن على ايه باسم؟ تعالى معايا انا اللي هستاذنك على حاجه بس. ايه الارقيد ده؟ انت لا والنبي لا والنبي وحياه امك سيب كل حاجه مكانها. يا رب امك تحج. لا طب يا رب امك يا رب امك تحج وابوك يتجوز. يلا بقى بص 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 يلا روح جهز الشيستين الدايموند بتوعه عشان خاطر المسابقه هتبدا بكره والفائز يا روح اجيب اهو الفائز هيفوز ب 10 شيستات دايموند. خد يا باسم خد خد يا باسم الشيستين اهو. انت فلوسك جاهزه فلوسك سريعه. انا انا بص يا باشا انا اغنى واحد هنا في المدينه بس بس طب انا هروح اعمل اسمه ايه ده المنطقه. خد اما اقول لك اي ايه فكرنا الواد ده مع فلوس كتير قوي على قلبه قد كده فكرنا نقدر ناخد فلوسه. ايه رايك باسم باسم ايه ايه عارف انا كان نفسي اسمه ايه ده انت قلت لي انت سمعتني باسم انت عارف باسم كان نفسي يكون ايه؟ استنى استنى يا بنت انت مخطوبين يا بس استنى يا بنت انت بس دلوقتي انت ما بيتك انت ما بيتك يا حيوان. ايوه عايز اقتلك واخلص منك انت حرام. اه طب انا لسه اجيب سلاح بقى من البيت. طب عايزين نشتري السنس عشان نشتري البتاع اللي اسمه ايه ده؟ انا معايا. طب هات انا حضرته اول ما نايم هات السنس اهو
انت مالك انت انت مالك انت انا معايا باسم باسم بص كده الشيستين دول بص كده الشيستين دول حط الشيستات في الاخر حط الشيستات بعيد فين ما عايزك تيجي تشوف الفلوس عشان ما تقوليش انا راجل نصاب يا ابني بتعمل ايه بتعمل ايه عشان انا حرامي يا ابني يا ابني انت تعرفني في حياتي في كل حاجه كده عرفني في حياتي عرفني في حياتي كل حاجه فك الله وحشين ثلاثه يا ابني 28 60 يا رب يا رب يا رب خدوا رايحني باسم باسم ممكن تجيب لي كمبيوتر هجيب لي كمبيوتر حالا لما نقتل الواتساب ده هجيب لي كمبيوتر لا. يا عم تعالى بص على الفلوس عشان ما تقوليش انا راجل نصاب حط فلوسك هنا حط فلوسك اهو بص كده ايه رايك جمدان انا غني جمدان جمدان انت خلاص في المسابقه انت خلاص في المسابقه باسم باسم ثانيه بس في حد ثاني هيجي يقدم اه في المدينه كلها عرفت امشي يا باسم انت بتعمل ايه الواد ابو خدود حمرا بيضربني كدابه بتعمل ايه يالا ولا كدابه مش كدابه اصبر يا ابني اظبطها لك اظبطها وبعدين انا هجيب الشيست الثاني عشان اجيب الشيست الثاني كنت ظبطت كل حاجه باسم باسم عايز اتضرب بص بسرعه شايف السرعه جمدان جمدان ايه ايه فين تعالى تعالى بص فلوسي بص فلوسي عامله ازاي جبت نضاره يا باسم عشان نشوفهم احسن البسيها كده البسيها امسك البس انا يا بنتي انت هتخشي عليهم اسمع مني بلاش ايه ده انا شايفكم مش شالوه انتوا فين يا جدعان يا جدعان يا جدعان مش شايفكم يا جدعان ايه ما عشان كده كل التحدي اصعب هو انا ولا سال عربيه من تحت ولا من فوق الو طب انا فين انا حاسس ازاي طيب طب ايه ايوه يقول لك ايه وراني كده وراني 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 ايه ده ايه ده ايه ده اصبر لا وراني لا 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 وراني ايه يا عم بصي بصي هدي دلوقتي تبداي دلوقتي جهزي انت بتعملي ايه بتحطري بطير بطير اه يعني بفوق على المريخ خلاص عرفنا احنا عارفين الاغنيه يلا يلا نكس هو فين هو مفيش حد جه من المدينه الثانيه خالص المدينه اللي جنبها مش عارفه انا الجيران مفيش حد جه منهم خالص انت جهزتي النبله بتاعتك جهزتي جهزت كل حاجه وكمان جهزت الشنطه الزمزميه جهزتيها اه جهزت الزمزميه وجهزت كمان الكتب كده مرجي حلوه قوي قوي طب بتعمل ايه يا ايه ده يا ابني بتاع خش اسرع واجي تسرق ايه يا ابن الحرامية خد يلا 10 شيستات دايما بص 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 طب هتشاركوا ولا لا هتشاركوا ولا لا طب سيبي جوزك طيب يعيش شويه سيبيني انا اعيش شويه تعالى انا ما اكسبش انا ما اكسبش انا كده هتكسب ماشي ماشي طيب طيب يلا بقى عشان ايه جاهزين يلا يا رجاله جاهزين are you ready جاهزين يلا نط نط مش عايز اموت مش عايز بدري يلا 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 ما تموتش يلا يلا نشيل فين يلا واحد امسك يلا اثنين واحد اثنين ثلاثة ثلاثة يلا انا هحاول اضربه لك لازم اقول لك اهو نشيني فيه نشيني فيه اضربه اضربه ايوه ايوه الارض خد سهم يا عم دي حوله انت حوله نشيت فيك اهي نشيت ولا 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 اديله يلا اديله يلا اديله استنى يا عم انت عمال تزقنا كل شويه لا نشيني من فوق يا حوله انت نشيني من فوق نشيني من فوق ايوه كده اديله اهو بلاش انا اهو اديهم يا عم يا عم انت مش عارف تنشن يا بس ما تجيب لنا حد يبقى في العاب ما تعرفيش تنشني ليه اه يا بس انت بص بص اللي بيطير ده كده دخش لا ما تطيرش يا دورد مخصوم منك نص شيست دورد لو تكسب ولا الحق يلا الحامين بره يلا الحق الحامين بره هاتوه هاتوه هاتوا لي الكلب ده يلا يا جماعه يلا يا جماعه عشان نكمل لعب يلا باب الشرير بره باب الشرير الشرير يلا راح فين راح فين راح فين راح فين جري 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 كده كده طب هاتي هاتي البولي فيجي هاتي البولي هاتي البولي هاتي البولي عايز اقتله يعني اقتله كله هو ده صح هو ده يعني اجله تعال هو فين مش انا يا عم يا عم مش انا يا عم مش انا فين هو فين مش عارف اهو 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 يا بس اهو يا بس خد يا فين فين ده فين خد اهو فوق فوق اهو فوق ده بيختفي يا جدعان ده بيختفي بقول لك ايه اول ما يظهر اعجنوه اعجنوه انا داخل انا مستخبي هنا انا مستخبي هنا انا مستخبي اهو اهو فوق البيت ايه ده ايه ده تعالى اهو سبحانه لا اله الا الله سبحانه والله العظيم سبحانه يلا هو راح فين؟ مش عارف ده كتير طب دور عليا يا جدعان شوف راح فين يا جدعان دور انت تعرف انت اللي تعرف تجيبه اهو اهو هاتوا هاتوا اهو يا بس اهو هناك وقع هناك يا ابن التحقيق اعجنوه اعجنوه يا رجال اعجنوه يا رجال اعجنوه ما تسيبوش يجري ما تسيبوش يجري استنى اعجنوه هموت انا انا هموت والله هو فين هو فين؟ اديله يلا اديله خد دي عاش عاش اديله في وشه وغفله انا الحق انا اللي قتلته يا رجاله مش انا اللي قتلته انا الكذاب ده انا اللي قتلته انا اللي قتلته انا معايا السيف انا اللي معايا السيف ايزي 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 من قتل سندريلا من قتل بس ما هتعصبني هخش انا هخش اسرق بيتك خلاص خلاص يا بيتي يا ابن الحرامية طب وربنا وربنا ما حلو وربنا يا حرامي لا اله يعني عفش البيت كده بره كله يرضي مين ده يا جدعان ده يرضي مين ده
سببك. حسبي الله ونعم الوكيل فيك يا شيخ. اشتقي لو سمحت. يلا يلا رجعوا الشكل ورد الحرامي تاني. ايوه والحمد لله النهارده قدرنا نقتل بابي الشرير. تستعمل لايك شير في قناه فارق جرس. يلا سلام.